الحديث كان كله عن كابتن كريم الأحمدي، لكن اليوم صدر قرار من لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم بمنع الجمهور من حضور مباراتكم الكبرى مع نادي النصر في ملعب الجوهرة، بناء على تقرير مراقب المباراة الذي تحدث عن رمي علبتين من مدرج الاتحاد في مباراتكم السابقة مع الفيصلي. ما هو تعليقك على هذا القرار؟ والله شوف بدر، انا بالنسبه لي يعني حاب اتكلم عن شيء. انا والله كل تفكيري عن مباراه ابها، يعني احنا تفكيرنا مباراه ابها، اهميه مباراه ابها بالنسبه لنا زي اهميه مباراه النصر، ممكن بالعكس مباراه ابها اكثر لانها خارج ملعبنا. اعرف حجم الصعوبات اللي هتيجي، ممكن لو اي احد من الشباب قلت لهم كل ما ارتفعت نسبه المنافسه وان الاتحاد هيرجع ينافس على الدوري هتلقى عوائق وهتلقى صعوبات، ومن ضمنها يعني اكيد قرارات لجنه الانضباط، اكيد جاها تقرير من مراقب المباراه، يعني برضه غرمونا 10,000 ريال. يعني انا من جيت النادي لين اليوم ابو بدر ولا مره الفريق تاخر عن النزول لارضيه الملعب حسب تقرير المراقب الاخير، يقول تاخرنا 41 ثانيه، عرفت؟ 41 ثانيه؟ ايوه، عن بدايه المباراه وغرمونا 10,000 ريال، هذا مراقب المباراه. غير كذا ابو بدر، الاستاذ عاطف الاحمد اللي هو مراقب المباراه، يعني قبل كذا في مباراه في مكه لو تتذكر الصور كل الناس ترجع لها وتشوفها، انه كان كل اللعيبه يقولوا خلوهم يرشوا الملعب، هو كان لا، يقول الملعب رطب ما، وصارت اشكاليه قبل كذا. نفس الكلام قبل المباراه هذه، والكابتن كريم موجود ممكن، انه رفض يرش الملعب قبل مباراه الفيصلي. واتمنى من الاخ سلمان النمشان يعني بصراحه، يعني هو مسؤول عن المراقبين في الرابطه، هم اللي يعدون التقارير، انه الاخ عاطف الاحمد انه لا عاد يجينا في مباراه، لان كل المباريات اللي جانا فيها الاستاذ عاطف صارت فيها اشكاليه. يعني انا ما بشكك في احد ولا بشكك في ذمه احد ولا بس اقول لك كلها، انا اخرها مباراه قبل المباراه كمان نفس النظام، قال لا الملعب كمان، يعني على كل الاشياء اللي صارت معه وهو موجود نفس الاشكاليه، يعني نفس الاشكاليات. انا بالنسبه لي يعني حتى كوضع لمباراه النصر، انا بالنسبه لي مستعد، حتى لو في الاتحاد جاب بطولات خارج ملعبه، جاب بطولات في هذا، بس هذا يعني دوري كبير يا ابو بدر، دوري كاس الامير محمد بن سلمان، يعني مباراه كبيره زي مباراه الاتحاد والنصر كبدهم جمهور، يعني هم لازم الناس تعرف قيمه الشيء هذا، يعني لازم تعرف قيمه الشيء اللي حصل على علبتين. لو صار شغب جماهيري، لو صار رمي جماعي، لو هذا ممكن تنظر فيها او تشوف الوضع فيها. اليوم قيمه الدوري هذا اللي مدفوع عليه مليارات يجب ان يعرفها المشرع للائحه دي، يجب ان تعرفها، تعرف حجم قيمه الدوري. اليوم قيمه الدوري هذا كله ترى وضع لاشياء زي كذا، يعني اليوم العلب من اللي سمح في دخولها للملعب اصلا؟ هل نادي الاتحاد هو اللي سمح في دخولها لارضيه للمدرج؟ من هويه الشخص هذا اللي رماها؟ يعني انت اليوم عندك كاميرات في الملعب، صح ولا لا ابو بدر؟ امنيا تقدر تطلع لو شخص واحد الكاميرا تجيبه. فاليوم احنا اذا جينا نتكلم، يعني تحس انه يعني حتى لو رميت حاس انه يعني الموضوع ما هو بريء يعني، ولا انت اليوم هو يقول لك انا بالنسبه لي لو جماعي اقبل، يعني فاهم كلامي شخص؟ لو جماعي اليوم لما اتكلم عن علبتين لا، مو شيء صحيح. يعني انا اقول لك اياه، يجب ان تراجع اللائحه. انا ما اتكلم عن اليوم بس عن الاتحاد انا اكلمكم بكل امانه، احنا مستعدين نلعب بدون جمهور، يبغوا ينقلوها مدينه ثانيه ترى احنا مستعدين، يعني ما عندنا اي مشكله بالنسبه لنادي الاتحاد. واعرف اني ما وصلت للمرحله هذه الا اني بنافس وبلقى صعوبات، ولا نادي الاتحاد اللي يتحجج بشيء انه يكون عائق له، وانا متاكد ان شاء الله باذن الله هذه تعطينا دافع زياده بالنسبه له. بس اليوم يا ابو بدر انا اتكلم كقيمه الدوري السعودي، دوري كاس الامير محمد بن سلمان، اسم كبير صرفت عليه مليارات، يجب ان يعرف المراقبين للمباراه. واتمنى من الاخ سلمان النمشان انه يراجع، مش كل اي شخص، يعني انت بالذات ابو بدر في نقطه مره باكد عليها، لا تجيب لي شخص من نفس المدينه اللي انا فيها تحط لي المراقب مباراه، لا تجيبه، يعني عرفت؟ جيب لي المباريات هذه، جيب لي شخص يا اخي. انا بالنسبه لي انا ما عندي مشكله، بس كررت منها الاوضاع هذه، واتمنى ان شاء الله انه احنا نفكر في مباراه ابها، واذا جت وقت مباراه النصر الامور ان شاء الله تكون في احسن. سؤال يعني الان حسب
القرار الصادر من لجنة الانضباط في غرامة مالية على الاتحاد 31,250 ريال، خسارة 2 مليون ريال دخل لمباراة النصر، خسارة دعم 1 مليون ريال من وزارة الرياضة، خسائر أيضا مع الرعاة وفقدان مؤازرة الفريق. يعني نتكلم عن تقريبا 1 مليون دولار خسائر الاتحاد في هذه المباراة. أبو بدر، غير أنت تتكلم 1 مليون دولار، اليوم قيمة الدوري السعودي، ترى اليوم لما دوري زي مباراة زي كلاسيكو زي الاتحاد والنصر بدون جمهور، يعني كقيمة هذه عشان علبتين موية، عشان علبتين، يعني يجب أن أنا بالنسبة لي أنا مستغرب. يشهد الله أنا مستعد، ولا عندي 1% خوف إني هلعب جمهور ولا بدون جمهور. جمهور الاتحاد مؤثر، بس الاتحاد جاهز في أي مكان. بس اليوم أنت عشان علبتين يصير الأشياء هذه، ونصير حديث الناس على علبتين. يعني للأمانة أنا أتمنى من الإخوان في الرابطة، وأتمنى من الأخ سلمان نمشان، شيء ما ظهر في التلفزيون. أنا بالنسبة لي شيء ما ظهر في التلفزيون، ما شفنا الإعلام، يعني ما في شيء جماعي. يعني سلمان نمشان يجب أن يعرف إنه يوصل للإخوان ترى الأمور هذه، يعني يجب أن تكون فيها التعامل أفضل وأحسن من كذا. أستاذ حامد البلوي، المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الاتحاد، شكرا جزيلا لك. معنا عبر الهاتف الأستاذ حامد البلوي، المدير التنفيذي لكرة الاتحاد. مساء الخير أبو منصور. هلا أبو بدر، الله يمسيك بالخير، أمسي عليك بالخير وعلى الكابتن اللي أنا بالنسبة لي أشوفه من الكباتن التاريخيين اللي خلقا وأدبا وسلوكا وتأثير فني، وبالنسبة لي كان أثره كبير على يعني على الجميع. يعني اللي تعامل مع كريم ويعرف قيمة كريم، يشهد الله أنه كريم، يعني تحزن أنه غادرنا بدون ما يكون، يعني وإن شاء الله بإذن الله أنه يكون في نهاية الموسم هذا هو متواجد معنا، وإن شاء الله أنه يفرح ببطولة بإذن الله. أنتوا وصلتوا مع كابتن كريم الأحمدي أبو منصور، وصلتوا الاتفاق لبقائه هذا الموسم، إيش الصيغة اللي اتفقتوا عليها؟ والله شوف، أنا بالنسبة لي كريم قلت له يعني من زمان، قلت له شوف كريم من نوعية اللعيبة صراحة، يعني هذا يشهد الله بقولها يعني كلمة حق، من اللعيبة اللي مكسب إن في داخل الملعب في خارج الملعب ومثال للاعب. اليوم كريم أثر في كل اللاعبين، يعني اليوم لو تجي كل لاعب تقول له كريم ممكن أغلبهم متأثرين فيه. فكريم مكسب، كريم إن شاء الله هيكون موجود معنا. يعني إحنا زي ما قلنا يشهد الله إنه الواحد يعني ممكن اليوم أصعب لحظة، حتى الشباب بعد ما راح كريم قلت أصعب لحظة إنك توادع رجال، يعني تفارق رجال، يعني رجال يعني بمعنى الكلمة. يشهد الله إنه كريم كان رجل في داخل الملعب، ومن شفته طاح في المباراة عرفت إن كريم خلاص إنه إصابته هذه يعني الطيح زي ما يقولوا الطيح جمل. فكريم يعني صراحة مؤثر كثير على المجموعة، يعني من أصغر عامل في النادي إلى أكبر واحد في النادي، يكون الكريم كل مودة وكل احترام. وإن شاء الله كريم مستمر معنا وهيكون موجود متواجد على طول، وكريم واحد منا وفينا.